بالتزامن مع العيد الوطني 45 للإمارات العربية المتحدة وتحت رعاية ولي عهد إمارة الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وبتنظيم من نادي الإمارات لرياضة السيارات، أقيمت الجولة 45 من بطولة الإمارات المحلية للراليات لموسم 2016، وشهدت الجولة مشاركة واسعة في جميع الفئات من نخبة السائقين والملاحين. ولم تقتصر لائحة المشاركين على النجوم المحليين فقط، بل ضمت أيضا منافسين عرب وأسيويين وأوروبيين من لبنان وسلطنة عمان وبريطانيا والهند. المخضرم الشيخ عبدالله القاسمي دخل هذا الرالي خلف مقود الفورد فيستا WRC، وإلى جانبه في المقعد الساخن الملاح جابي خوري، وسرعان ما أظهر الشيخ عبدالله القاسمي سرعة مميزة من المرحلة الأولى ليسيطر لاحقا على جميع مجريات هذا الرالي. الإماراتي راشد الكدبي الذي يحمل لواء إمارة الفجيرة في بطولة الإمارات المحلية للراليات كان أبرز منافسي الشيخ عبدالله القاسمي في الجولتين الأولى والثالثة للموسم الحالي، لكنه لم يأخذ شارة الانطلاق في هذا الرالي لتعذر وصول سيارته إلى مكان الحدث في الوقت المناسب. من ناحيته حقق العماني حامد القاسمي وملاحي محمد المزروعي المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة برصيد 57 نقطة بعد أن حلا بالمركز الثالث في الجولة الأخيرة على متن سيارة الإيفو أي. ولم تكن مهمة حامد القاسمي سهلة بعد أن واجه منافسة قوية من مواطنه فيصل الراشدي الذي استعان بالملاح وليد الراشدي وقاد سيارة سوبارو إمبريزا ليحتل المركز الثالث في المجموعة نون في طريقه لإنهاء الموسم خلف منافسه بالمركز الرابع وبفارق 8 نقاط. السائق الواعد الشيخ محمد بن عبد الله القاسمي فسار على خطى والده في هذا الرالي ومعظم راليات الموسم الحالي ليحرز بذلك لقب المجموعة نون ويحتل المركز الثاني في هذا الرالي والترتيب العام للبطولة تحت عيون والده ومراقبة راعي الحدث ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي في نتيجة تؤكد على تطور مستوى هذه الرياضة في الإمارات العربية المتحدة. ولم تتسم الجولة الأخيرة من الموسم للعماني خالد سمار
بعدما واجه مشاكل عديدة منذ بداية الرالي، منها انسقاب إطار سيارته في المرحلة الثانية، ما دفعه للانسحاب مع انتهاء المرحلة الرابعة، مفضلا عدم إكمال مشواره تجنبا لتفاقم الأضرار في سيارته. جوي جوز وملاحه رياض علي دخلا هذا الرالي وعينهما على إنهائه ضمن مراكز النقاط، وبالفعل تمكنا من خلال أداء ثابت ومطيرة مستقرة من عبور خط النهاية، حاصدين نقطة المركز العاشر في الترتيب العام والرابع في المجموعة على متن سوبارو إمبريزا. الإماراتي علي عبيد وملاحي حسن البلوشي كانا يمنيان النفس بالمنافسة على الفوز بفئة تيوان بسيارتهما النيسان باترول، إلا أن مشوارهما لم يكتمل في ختيمة الموسم بانسحابهما من هذا الرالي على أمل العودة أقوى في الموسم المقبل. الفوز في فئة تيتو كان من نصيب توماس بيل الذي أوصل سيارته البولر ديفندر بالمركز التاسع في الترتيب العام في أداء لافت له ولمعاونه باتريك ماكمورين. محمد شهاب استعان بالمعاون روني مارون ليجلس إلى جانبه في تويوتا تاكوما. أظهر الثنائي انسجاما واضحا في المراحل القاسية والصعبة لهذا الرالي، وحققا الفوز بفئة تي 1 كما عبر خط النهاية بالمركز السادس في الترتيب العام. الشيخ سعيد المكتوم دخل هذا الحدث كأبرز المرشحين للفوز بفئة T3، إلا أن حادثا بسيطا في المرحلة الرابعة دفعه هو وملاحه أحمد مالك لاتخاذ قرار بعدم مواصلة الرالي. بارول يدرك تماما متطلبات مراحل رالي الفجيرة من سيارات الدفع الأمامي، لذا قاد سيارته بحذر وسرعة في آن معا ليحرز بذلك الفوز بفئته ويعبر خط النهاية بالمركز السابع في الترتيب العام. أما الفوز في فئة T3 فكان من نصيب السائق ألان نوفل الذي أكمل سيطرته التامة على جولات هذا الموسم محققا الفوز بجميعها، وضمن نوفل على متن سيارته الباغي لقب فئته بالعلامة الكاملة. ناحيته صعب سينم بايكال الأمور على الفائز بفئة الدفع الأمامي منصور بارو، وخاض الاثنان منافسة قوية بينهما طيلة مراحل الرالي، وعبر بايكال خط النهاية بالمركز الثامن في الترتيب العام والثاني لفئته. فريق يوم السباقات الوطني المؤلف من السائق أمير حسن والملاح سامي طرباي
كانت عينه على تحقيق الفوز بفئة T3 بالتزامن مع العيد 45 للإمارات العربية المتحدة لتكون خير عيدية لهما ولراعي الحدث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. لكن رياضة المحركات تكون قاسية في بعض الأحيان، ولم يتمكن الثنائي من بلوغ خط النهاية. تواصلت منافسات الرالي مع انتقال السيارات إلى المرور الأول بمرحلة ممدوح، والتي تبعد تقريبا 15 كيلومترا عن المرحلة الأولى. دخل السائقون في المرحلة الثانية مسارا وعيرا ويتطلب قيادة حذرة وذكية. مرة أخرى سجل الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي التوقيت الأسرع في وقت لم يتخلف عنه نجله الشيخ محمد القاسمي إلا بفارق ثمان قليلة. ثالث مراحل الرالي كانت مرحلة معادة في سد الفجيرة، شهدت على تحسين الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي لتوقيته مقارنة بالمرور الأول، وهذا تماما ما حدث مع نجله الذي بقي أقرب منافسيه. أثبتت مرحلة ممدوح قساوتها وصعوبتها مجددا، ونظرا لسوء حالة المسار بعد المرورين الأول والثاني قررت اللجنة التنظيمية الاكتفاء بمرحلة السد في القسم الأخير من الرالي وألغاء المرور الثالث بمرحلة الممدوح أي المرحلة السابعة والأخيرة، لتصل بذلك 10 سيارات إلى خط النهاية قرب شاطئ الفجيرة. We'll be right back.
تمجيد عبد الله كان من أبرز الأسماء المسجلة للمشاركة في الدفع الأمامي، إلا أنه غاب عن خط الانطلاق. عماد مراد لم تجهز سيارتها الباقي للحدث، لكنه لم يشأ إلا وأن يكون حاضرا بين أصدقائه لمتابعة المنافسات الشيقة في الجولة الختامية للبطولة الإماراتية. We'll be right back.
ومع إسدال الستار على موسم 2016 من بطولة الإمارات المحلية للراليات، يكون الشيخ عبدالله بن فيصل القاسمي قد ضمن لقب الموسم بالعلامة التامة والكاملة، فيما جاء نجله الشيخ محمد بن عبدالله القاسمي بالمركز الثاني والأول في المجموعة نون في الترتيب العام. وأقيمت مراسم تتويج رالي الفجيرة 2016 برعاية ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وقام الشيخ صقر القاسمي بتوزيع الجوائز والكؤوس على الفائزين. كما قدم الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة أسماء آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعمه ورعايته الكريمة للجولة، ما كان له أثر كبير في إنجاحها.